هذه هي شركتي في سيرفر فايبر كرا، واللي راح اطلع منها كميات دايموند خرافيه. وهذه الشركه فيها طوابق كثيره، وكل طابق راح ابيع فيها شغله معينه عشان اتنوع في المبيعات واطلع دايموند بالهبل. وفي هذا الطابق بنيت اول محل لي، واللي هو محل الخشب، واللي راح ابيع فيه كل انواع الخشب الموجوده في العالم العادي، وراح يكون للساك بثلاث حبات دايموند مبدئيا. وعشان ازيد المبيعات لازم اني اعمل لي محل منفرد وابيع فيه خشب عشان يصير عندي مكانين في السبون، وكل ما زادت الاماكن اللي ببيع فيها كل ما زاد الدايموند. فقبل ما نبدا المقطع لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل مليون مشترك باسرع وقت. وبنصحكم انكم تشيكوا على موقع الموجود في الوصف عشان تركت لكم هناك رابط تحميل ماينكرافت الجوال على اخر اصدار. ويلا خلونا نبدا الشغل. طبعا علشان تكونوا عارفين انا حابب اني ابني محلي هون، راح اجي ابني محلي في السوق الشعبي زي ما انتم شايفين، وراح يكون عباره عن مبنى خفيف لطيف. بس مثل ما انتم شايفين صاير فيه تغييرات كثيره في السوق الشعبي، واللي هو السور والدرج والارضيه واشياء كثيره. وطبعا الشغل هذا كلياته اشتغلناه خلف الكواليس، وهسه خلونا نبدا البناء. وبهذا الشكل يا اخوان بكون خلصت بناء محل الخشب. مين هذا؟ يا عمي مش وقتك والله. والمهم هذا هو تصميم محل الخشب يا اخوان زي ما انتم شايفين، والتصميم من الداخل لساته فاضي، لسه ما عملت شيء. فبحس انه الشغل اللي جوا المحل يعني محتوى بثوث، عرفتوا كيف؟ فان شاء الله البث الجاي يا اخوان راح اجي واشتغل جوا المحل ونيجي نعبي المحل، وبرضه بدنا نجمع خشب زياده ونعبي المحل الموجود في الشركه. فالمهم بدي تقيموا لي تصميم المحل تحت في التعليقات يا اخوان، ولا تنسوا تحطوا لايك واشتراك لعيون المحل يا اخوان، والله التصميم خرافي. المهم خلوني اجي افرجيكم التغييرات اللي عملناها في الاسبوع. اول شيء عندكم هون السوق الشعبي، قررنا انه نعمل هذه المنطقه اللي هون يا اخوان عباره عن سوق شعبي فياته محلات صغيره، وفي احتمال كبير انه السوق الشعبي يتعبى بسرعه، فعشان هيك يمكن نطلع لفوق لاخريه الجبل ونصير نبني محلات على اليمين ومحلات على الشمال. بس مبدئيا هذه المنطقه يلي راح نشتغل فيها حاليا. طبعا زي ما انتم شايفين يا اخوان قررنا امبارح انه نيجي ونعمل سور. طبعا اللي بيسال ليش ما بثينا الشغل تاع السور وهيك، لانه يعني كنا قاعدين وفجاه هيك بدينا نخبص في البناء وطلعنا بتصميم سور، يعني ما كنتش ناوي افتح بث، يعني كنا قاعدين انا والشباب وفجاه قررنا انه نصمم تصميم، وهذا التصميم يلي طلع معانا وحرفيا التصميم طلع خرافي. وعندكم برضه هذه حركه انا سويتها، يعني عشان السور عباره عن ازرق ورمادي، فلو نخلي الارضيه هون ازرق وحيكون في زي تدرج يعني بتطلع خرافيه. وطبعا زي ما انتم شايفين السور بخلص لهون، واحنا الصراحه مش عارفين كيف بدنا نكمل السور. برضه عندكم هون الدرج عشان نيجي نطلع هون على السوق الشعبي، وفي عندكم هون سور على الجهه الثانيه. بس لو نيجي نطلع من هون راح تلاقوا انه انا قاعد عم بشتغل على برج. يب هذا البرج يا اخوان انا ناوي اني ابنيه، فقاعد عم بشتغل عليه لسه، وخطر على بالي اني اوقف شغل لهون واكمله معاكم في بث مباشر. فاذا حابين اني ابث اكتبوا لي تحت في التعليقات. بس ليش قررت اني اجي ابني برج هون؟ لانه يا اخوان زي ما انتم شايفين محل نبيل طالع شوي لبرا، فلو نيجي نكمل السور بشكل دائري راح يجي يوقف معانا هون يا اخوان، واحنا فعليا يعني اشتغلنا عليه وخليناه بشكل دائري ووقف معانا هون وما عرفناش كيف بدنا نكمل، لانه لو بدنا نيجي نكمل محل نبيل صراحه جاي ومخرب شو اسمه السور. عشان هيك خطرت على بالي نوقف هون ونيجي نعمل لنا برج، وممكن نيجي نكمل من هون ونعمل برج ثاني، وهذه مش عارف ممكن نظبطها لبعدين. او في اقتراح ثاني اقترحوه الشباب واللي هو انه ندخل محل نبيل لجوه، فما بعرفش اللي بتشوفوه مناسب يا اخوان اكتبوا لنا اياه تحت في التعليقات. وزي ما انتم شايفين هون ان شاء الله راح يكون في سور، لانه هذه طلعه قويه زي ما انتم شايفين، فصعب انه نيجي ونبني عليها محلات. فاحنا فكرنا نيجي نبني سور وبعديها نبلش نسطح في المكان من فوق، حيكون في محلات فوق يعني محل هون ومحل هون. طبعا مع الشرح حاليا مش راح تفهموا احنا شو قصدنا، بس مع التطبيق ان شاء الله في المستقبل لما نيجي نخلص السوق الشعبي وقتها راح تفهموا احنا شو قصدنا. بس زي ما انتم شايفين يا اخوان في محلات كثيره في الاسبون، فخلونا نبدا مع اول محل واللي هو محل الايرون، وتصميمه عباره عن ايرون جولم صغير لابس طاقيه. اوكي والله المحل مليان، ببيع الستاك بلوكات بثمن حبات والستاك حبات بحبه. اوكي يعني هون لو شرينا ستاك بلوكات بيطلع لنا ستاك مجاني، والله حلو. بس دقيقه نشوف الارباح، شوف الشرباح يا اخوان، قلنا بدنا نسرق ارباح. طب تعالوا نشوف المحل الثاني واللي هو اتوقع هذا المحل تبع براء، وحسب ما قال براء انه راح يجي ويبيع كتب. بس
انا مش شايف اي كتب، يعني المفروض في كتب مطوره وهيك، بس شكله ما عبى المحل يا اخوان. بس والله يا اخوان حرفيا تصميم المحل كثير خرافي، وزي ما انتم شايفين في هون محل ثالث واللي هو المحل تبع خالد. خلونا نيجي ندخل، واتوقع هذا محل الكوبلستون. يب الكوبلستون، والستون مشتقات الستون، يعني ببيع الستاك كوبلستون بحبه دايموند، والله حلو، وستاك ستون بحبه دايموند، وستاك انديسايت بحبه، والله ممتاز. وبرضه يا اخوان محل خالد تصميمه خرافي. والمحل الاخير واكثر محل الاسطوري في السيرفر هو محل الخشب. المهم يا اخوان في شغلات كثيره قاعده بتروح عليكم في البث المباشر. قبل فتره كنت افتح بثوث كثيره في السيرفر، وفي اخر بث مباشر يا اخوان بنيت اللي هو المحل هذا واللي هو محل الخشب بس جوا الشركه، واليوم قررت اجي ابني له اول فرع في السبون. بس بنفس البث يا اخوان اذا ما بتعرفوا انه انا وبراء تحالفنا، هو في المقطع الماضي رفض التحالف بس في البث المباشر قرر انه يتحالف معي، فهيك صرنا اربع اعضاء في التحالف واللي هم انا وبراء وخالد وكريم. بس في شغله حاليا مهمه ولازم نسويها يا اخوان، انا في شغلات لازم اني اغيرها في السيرفر، لازم اغير حلفائي حرفيا واللي هم خالد وكريم، لانهم حرفيا سحبوا علي في الحلقه الماضيه وما اجوا ساعدوني لما سعيد اجى ياخذ البيض، عشان هيك اليوم رايح اتحالف مع الاسطوره براء. هي تحت يا اخوان، والله كفو يا اخوان، والله عنده شغل خرافي. اطلعوا براء وين حشرت وين؟ كيف؟ وين؟ شو صار؟ توقيت انا مقرر وين حشرت. براء اسمع جاي احكي معك، جاي حبيبي والله. اوه اسمع عندك اكل؟ يب بيت مطنوخ انا امس. ايوه اسمع جاي اقول لك شغله، تعال اسمع براء، انا في شو اسمه الحلقه الماضيه اللي انا نزلتها على قناتي هجم علي سعيد واخذ البيضه، حلو؟ ومين كانوا حلفائي؟ البيضه مش معك؟ بالضبط البيضه مع سعيد. ومين كانوا حلفائي وقتيها؟ خالد وكريم، وسحبوا علي الاثنين ما اجوا ساعدوني فانا بطلت اوثق يعني فيهم. انا كنت بتحالف معك عشان البيضه، خلاص بديش اتحالف معك. لا شو، لا دقيقه بدنا نعمل تحالف، جاي اعمل معك تحالف. شو عم بمزح. لا اسمع والله جد بحكي، بدنا نعمل تحالف انا وياك، شو رايك؟ والله يعني هم نسترجع البيضه يعني. ايوه نتحالف انا وياك ونعمل مقر سري ونخطط كيف بدنا نرجع البيضة من سعيد، شو رأيك؟ أنا محتاج حلفاء، بديش ناس بسحبوا علي. طالما الموضوع فيه بيضة فأنا تم. أنا أسمع أنها في منطقة سعيد بس فين ما أعرفش. يب البيضة حاليا في منطقة سعيد، بس اسمع أنا بعرفش هو وين مخبيها ولا هو خباها ولا لا، بعرفش الصراحة، بس لازم نروح نفتش. لازم لا مكان نخطط فيه صراحة. بالضبط لازم نعمل مكان. أيوه أسطورتي يا أخي أنا بحب الحلفاء اللي بيفكروا زي هيك. يا أخي امسك. شو هذا؟ لا أيوه ها ها يلا هات. بس اسمع عن جد والله لازم نعمل لنا مقر سري خاص فينا وخاص بالتحالف تاعنا، ونخترع اسم للتحالف تاعنا، حلو؟ ونقعد نخطط في المقر السري كيف بدنا ناخذ البيضة. طيب إيه اسم التحالف؟ أنت بتبدأ بحرف الN، أنا ببدأ بحرف الـ A، يبقى AI. مش عارف بس كده خطر على بالي. شو دخل؟ أنا N وأنت A، شو دخل AI؟ أيوه. اصبر بس كده استوعب. هذا الغباء الاصطناعي طيب. مش الذكاء الاصطناعي. خلاص اسمع خلينا نعمل لنا مقر سري أول شيء بعديها بنفكر. فين كريم طيب؟ بعرفش سحبوا علي الاثنين، خلاص بطلت أوثق فيهم. اسمع تعال الأسبوع، تعال عندي مكان خرافي. شايف لو نيجي نحفر تحت، شايف إحنا المكان اللي إحنا فيه حالياً السوق الشعبي، لو نيجي نحفر تحت زي هيك بتلاقي فيه فراغ، حلو؟ شو رأيك نظبط هذا المكان ونعمل لنا فيها غرفة صغيرة بحيث انه ما حداش يعرف المكان؟ والله فكرة حلوة، بس اتوقع لو اي حد حفر هنا يزبط المكان ممكن يشوفها ولا ما عليك بنقتله. بس هسا الفكرة اسمع، بدنا نختار مدخل، يعني احنا بدنا نصير ندخل من برا، عرفت كيف؟ بس مش عارف. تعال لهناك للزاوية هذي. شوف جاي لي فكرة ولا وين؟ ممكن نعمل شجرة فوق ويكون المدخل تحت الشجرة بستون ولا حاجة. شوف جات لي فكرة حلوة، ان الستون لما تحط عليه ستون بطن مش بيظهر. والله صح، بس بدناش نخلي الزر من فوق، بدنا نخليه هيك من زاوية مخبية، عرفت كيف؟ بس تعال هون، تعال ورا محل الخشب تاعي، شايف هذا المكان؟ بفكر نبدأ منه بوابة من هون هيك، حلو؟ وتكون بوابة ريدستونية ونخلي الزر تاعها على الستون، ونفتح البوابة من الزر، نكبس ونضلنا داخلين. الستون هيكون ظاهر طيب إن هنا في ستون ولا؟ لا ما هو على الستون حيكون، كيف حيظهر؟ طب هقول لك ممكن نحط البتون. اسمع براء. أعتقد مش ظاهرة كده. أيوه هيك مش حتبين، لو نيجي نحط لنا زر وبعديها بوابة ريدستونية بنيجي بندخل وخلاص الأمور تمام، بس بدنا. أنا الريدستون عندي، أنا بفهم في الريدستون. عندك؟ خلاص ممتاز، بس هسا اسمع خلينا أول إشي نيجي نعمل الغرفة. ومثل ما أنتم شايفين أنا وبراء بدينا نبني في المقر السري، وبدينا نحدد حجم المقر من جوا، بس مع الأسف واجهتنا مشكلة في الريدستون. عندي هنا في شلكر في أيوة. كل الأغراض حليف المليونير. أنا هحط لنا هنا بلوكتين، دي هتبقى الدخل. طيب عايزين نعمل بستون. معاك أغراض البستون وهيك. عايزين البطن يلقط الإشارة يوديها للستيكي بستون إزاي؟ ريدستون. ممكن نعمل لنا ريبيتر
اصبر اتاكد ينفع بدور ريبيتر ولا لا. جربك بس. ايوه زبطت خلاص. اي انا ملك الريدستون. طيب ما عايزين نرقع المنطقه دي. ايوه هسه احنا اذا كبسنا الزر راح يبين. يب ما عشان كده بقول لك لازم نعمل كده اهو. بعد محاولات كثيره واحنا بنظبط في الباب الريدستوني واخيرا زبط وصرنا بنقدر ندخل عن طريق الباب الريدستوني، وبعديها رحنا مباشره نعدل التصميم الداخلي للمقر السري ونخليه كهف احترافي، وحطينا كرافتنج وصناديق وشمعنا المكان وظبطناه على الاخر، وبعديها قررنا نعمل غرفه اضافيه، والغرفه هذه راح تكون مقبره للمناور واللي هم اعضاء السيرفر، يعني حنصير كل ما نجيب رؤوسهم راح نيجي ونحطها في هذه الغرفه، يعني باختصار راح تكون تجميع لرؤوس اعضاء السيرفر. وهيك بنكون خلصنا المشروع او المقر السري. بس اسمع بدنا نيجي ونغطي المكان عشان ما يعرفوش. حد ملاحظ حاجه الاول؟ ايش هو؟ كنت واقف من بعيد حد ملاحظ ان في حاجه. ارجع ارجع ورا ببينش. وين في زر؟ فيش زر بالمره. والله مبين بس لانه مبين انا حاطط شادر. الشادر يب الشادر. مبين الظل تاعه بس لو نيجي نطفي الشادر ببين. والله مبين برضه. خلص خلص اسمع. ما حدش هيجي هنا. فيش حدا حيجي هون صح. المهم يلا جاهزين. يلا افتح نكبس الزر. ايوه تفضل. ونيجي يا اخوان بس بنكبس الزر هذا وبسكر، واذا بدنا نرجع نطلع بنكبس الزر هذا وبرجع يفتح. فيلا مستعدين نشوف المقر السري يا اخوان. 3 2 1 ليتس جو. والله مقر رهيب صح. والله بدعنا في التصميم. يب خلينا نيجي نفرجيهم. هون سويت كميه كرافتنج عشان لو بدنا نعمل كرافتنج وهي الشغلات. هون عملنا مكان يعني نحط فيات شغلاتنا وهيك بارل وهي الشغلات. اجيت هون عملت سرير وعملت اندر تشيست وعملت هون يا اخوان صندوق المخططات. يعني هون يا جماعه راح نيجي ناخذ كتاب ونعمل مخططات عشان يعني ما ننساهاش. عرفتوا كيف؟ فعندكم هون هذه الطاوله اللي راح نتناقش فيها. هذه هي الجهه تاعتي زي ما انتم شايفين. هي هذا الراس تاعي هون انا راح اقعد وبراء الراس تاعه هون وراح يقعد هون. كيف حالك براء؟ والله بخير. ايه رايك النهارده نتغدى كوسه؟ موافق. يلا روح وصينا. عندكم هون يا اخوان هذه الغرفه اسمها مقبره المناوب. تعال تعال يا براء فرجيهم المقبره. والله مليون راس. كل راس مقتول من واحد مننا. يب الكثير من سعيد. الكثير من سعيد والله. الله يا اخوان عملنا هون رؤوس بالهبل وهذه ان شاء الله حتكون مقبره الاعضاء المناوب. وهون يا اخوان في غرفه. احكي لهم شو هاي الغرفه. احكي لهم غرفه الظلام الاستجواب. ايوه يعني اذا بدنا نيجي يا اخوان نيجي نستجوب واحد نيجي بنخطفه. أيوة. ومنسكر عليه هون. طبعا في هون بلوكتين. وينهم؟ والله ما انا شايف شيء بس في بلوكتين تركينهم هون. ايوه هيهم في بلوكتين نيجي بنكسرهم ونسكر الباب عشان يصير المكان ظلم على الاخر ونيجي نستجوبهم يا اخوان. نخطفهم هون ونستجوبهم. عملية بس هي فين البلوكة بس؟ والله هي كسرنا المكان احنا. وين البلوكة الثانية؟ معاك؟ حط بلوكة وهي البلوكة الثانية. غرفة استجواب اسطورية. يب ويل كيف نطلع؟ ضعنا. حط شمعة. ايوه خلص ممتاز. هذه مبدئيا اسمع هذه بنخليها بس لما نخطف واحد بنكسرها الإضاءة. حلو؟ وبس عشان نقدر نشوف. وهذا هو يا اخوان المقر السري تاعنا. بس احنا حرفيا لهسه ما لقيناش اسم للفريق تاعنا. عرفتوا كيف؟ نسيت انت اهم حاجة يا مياد كده تيجي تعدي من هنا. غرفة سرية يا حبيبي. ايه؟ انت سويتها شو هذه غرفه صغيره يعني فكرت في كنوز هون بس والله هون بنخلي كنوزنا السريه. خلاص دي اهم غرفه. يب والله فكره ما تعملتها هذه ما كانش عاملها يا اخوان. بس اسمع براء بدنا نبلش نخطط. حلو اول خطه في التحالف تاعنا واللي هي نختار اسم. اقترح لنا اسامي. والله انا اشوف دي نخليها للمتابعين. اوكي ماشي موافق يا اخوان. اكتبوا لنا اسامي للتحالف تاعنا في التعليقات. بدنا اسم هيك خرافي يعني اسم يكون لاثنين. عرفتوا كيف؟ او اسم قوي يا اخوان. اعطونا افكاركم الخرافيه. تمام اسمع شو رايك اللي بعطينا اسم خرافي نخليه الدجاجه يلي هون نعطيها نيم تاج ونسميها. نعطيه نيم تاج. ايوه هو يلي سمى الفريق. كله يقترح اسم في التعليقات نحطه هنا مكان الفريق. ايوه بالضبط. وبس بقول لك يا اسطى نتفق على ايه دلوقتي لان انا محتاس. اسمع يعني نقول ايه نتكلم عنه. شو رايك نبدا في اول خطه واللي هي نروح نهجم على سعيد. مش حنهجم هجوم قوي بس هيك نروح على منطقته ونفتش. نسترجع البيضه. ايوه نفتش بس هيك ندور على البيضه. حلو نيجي نكتب الخطه الاولى البحث عن البيضة في منطقة سعيد. نيجي نعمل في يوم من الأيام. لا مش قصة خطة. اسمع الخطة الأولى خطة بسيطة جدا. امسك اقراها بسيطة جدا بس بدنا نروح ونفتش المكان يعني ما طولتش في الكتابة. حلو دي أسهل حاجة. يب زين نحطها هنا. خلي اتوقع لا هذا اتوقع لازم شفت وتكبس كليك يمين. لا. ولا لازم نشيل هذا لازم كذا يكون في ريشه زي ده. ولا ايوه ده بيتحط. اوكي خلص مش مشكله. والله غريب هذا يا اخوان اول مره بنستعمله. المهم الخطه الاولى يا اخوان راح نخليها هون واحنا لازم نحفظ الخطط تاعتنا يا اخوان علشان ما ننساها فلازم نيجي نكتبها هون. اسمعوا اذا في اي خطه احنا شغالين عليها بنخليها هون نتركها هون الين ما نخلصها بنحفظها وبنخليها جوا الصندوق. بس مبدئيا الخطط اللي احنا بدنا نبدا فيها هذه مثلا راح تكون الخطة الثانية
بس لسه احنا ما عندنا ولا خطة، فراح نيجي ونتركها هون الين ما نخلصها. بس نخلصها بنسحب الكتاب وبنعمل له ساين وبنضبه هون في الصندوق. ايوه هيك سكرنا المكان، والله هيك مش مبينة، مبينة شوي لما نعمل زوم. هسه تعال نروح على منطقة سعيد. يلا وين منطقة سعيد؟ يلا تعال. ايوه هذه هي منطقة المنوب سعيد. طيب وين ممكن يكون مخبي البيضة؟ شوف انا مرة لقيته حاطط البيضة هنا فوق البيكون. هل ممكن يكون حاطط البيضة جوه البيكون؟ مستحيل. لقيت شيء؟ فيش شيء. لا هسه لا يقول علينا بنسرق هون، ما فيش شيء. هلا هو ممنوع يخبيها في الصناديق فمش حندور، بس وين ممكن يخبيها؟ هو خباها ولا اتوقع خباها؟ استنى يمكن تحت هذول، او ولا ممنوع يخبيها تحت. ممنوع يدفنها يعني. وين برضه ما ينفعش يحطها في الشلكرات ولا؟ يب ممنوع ممنوع. طب هون ولك فيش شيء، منطقته المشكله فاضيه يعني. لازم يكون مخبيها بطريقه ذكيه او يخبيها بالايتم فريم زي ما انا كنت عامل يا اخوان. بس هو فيش عنده مباني ثانيه يعني، وين ممكن يخبيها؟ بالكهف هذا مثلا؟ لا مش موجوده. ابصر اسمع، مش عارف والله يا اخوان، مش عارفين وين هو مخبيها يعني. فيش ولا مكان حرفيا، دورنا بالكهوف اللي هون. انت دورت هون؟ انا دخلت، فيش شيء، الكهف فاضي على الاخر. خلاص اسمع شو رايك نخلي المتابعين اذا بيعرفوا يا اخوان، اذا في حدا فيكم بيعرف مكان البيضة يحكي لنا، يكتب لنا في التعليقات عشان نروح ندور عليها، عرفتوا كيف؟ وبس والله اسمع ناخذ راسي دقيقة، راسي نبدله براس نبيل، ولا راس الشيخ سعيد. لا الشيخ سعيد لازم نخليه بالشو اسمه بالقبر. لا نحط راس نبيل احسن. ايوه والشيخ سعيد، عندي راس الشيخ سعيد اطلع، هذا لازم نحطه في المقبرة. جبته من فين ده؟ قتلته وهو شيخ، لازم نحطه في المقبرة تاعت المناوب. من امتى سعيد شيخ؟ مش عارف. تعال رجع الشيخ سعيد، رجعه. ايوه لا هذا الشيخ نويان وين هرب يا اخوان، سرق الشيخ سعيد. والله ورجيك، تعال حبيبي انت معي في الجروب يعني سامعك انا. وينه؟ راح منطقته؟ لا وينه؟ هيو تعال حبيبي، جيب الشيخ سعيد. وينه؟ لا مش شايفك انا بالمره مش شايف. بسم الله يا اخوان، وين اختفى؟ نويان. الو والله يا اخوان هسه دخلون، والله شفته وهو بيدخلون. هيو عمود الخريطه، عمود الخريطه انت. هل تسمعني؟ ولك سامعك، وينك؟ حق تدخل؟ ولك على طول انا جيت عندك، انت يا دوب دخلت هون فكرتك اختفيت انا. رجع لي الشيخ سعيد لو سمحت يا عمي، نحطه هنا تعال. صحيح يلا خلاص ندفنه على طول. حطه انت بيدك. ايوه وين الشيخ سعيد؟ خلاص حطه. أيوة. اي مكان لازم نشوف له افضل مكان. الشيخ ولك وينه الشيخ سعيد؟ رميت لي اياه انت؟ الو والله فكرته لسه معك، وينه؟ اوعي يضيع. ولك الشيخ سعيد، ايوه ادخل سعيد وقع برا. والله المقر السري فخم، قيموا لنا اياه في التعليقات يا اخوان. وين هون؟ يلا ابشر على اللوج دي، على اللوج عشان يبقى ظاهر كده. ايوه الشيخ سعيد المجلود، ولك الكهف كله سعيد، شويه من بير شويه من خالد شويه من نبيل. على فكره انا عندي رؤوس نبيل اكثر من سعيد، بس اذا بحطهم بعبي المكان. اسمع يا براء، خلاص احنا من يوم طالع لازم نركز على سعيد، بما انه هو حاليا معاه البيضه فتركيزنا كله عليه ومخططاتنا الجايه كلها عليه. تمام يا عمي، شوف وده علشان كده يكون عقده ما بيننا. أيوة. فاضي فاضي حبيبي والله، لا واضح التحالف براسي.